وإذا نظرت إلى وجه الساحر تبين لك صحة ما ذكرت لك أخي في الله، حيث أنك تجد ظلمة الكفر منتشرة على وجهه كأنها غمامة سوداء عياذا بالله تعالى. ومن رأى السحرة عن قرب يجده أنه يعيش في شقاء النفس مع زوجته وأولاده، بل مع نفسه هو، حيث أنه لا يستطيع أن ينام هادي البال مرتاح الضمير، بل إنه يفزع من النوم مرات ومرات كثيرة. أضف إلى ذلك أن الشياطين كثيرا ما تؤذي أولاده وزوجته وتوقع بينهم الشقاق والخلاف والصراع. وصدق الله العظيم الذي قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وعندما يدخل الشيطان في بدن الإنسان يتوجه مباشرة إلى المخ، وبحسب المهمة التي أرسل إليها، وعن طريق المخ يستطيع أن يؤثر هذا الشيطان الخبيث طبعا بقدرة الله على أي عضو من أعضاء الإنسان من مركزه في المخ. وقد أثبتت البحوث الطبية أن مرضى الصرع الذين يصرعون لديهم ذبذبات أثيرية غريبة مستقرة في المخ، وتقرأها الكثير من الأجهزة التي تقرأ ذبذبات المخ عند المصروعين. أما إذا أردنا أن نعرف أعراض السحر وأعراض المس، فالأعراض تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أعراض في المنام، والقسم الثاني الأعراض التي تكون في اليقظة. فالأعراض التي تكون في المنام هو الأرق الدائم، حيث أن الإنسان لا يستطيع أن ينام إلا بعد مدة طويلة من الاسترخاء. القلق، وهو كثرة الاستيقاظ بالليل. الكوابيس، وهو أن يرى الإنسان في منامه شيئا يضايقه وهو يريد أن يستغيث فلا يستطيع، إضافة إلى الأحلام المفزعة، إضافة إلى رؤية الحيوانات في المنام كالقطط والكلاب والجمال والثعابين والأسود والثعالب والفئران، يراها دائما، يقرض على أنيابه في المنام، يضحك كثيرا في المنام أو يبكي كثيرا في المنام أو يصرخ في منامه، يتأوه دائما في منامه. هذه كلها أعراض تدل على حالات السحر والمس. قلنا أنه يتأوه دائما في المنام، يقوم ويمشي وهو نائم دون أن يشعر، دائما تتكرر، ليست حالات استثنائية إنما هي دائما، أن يرى في منامه دائما كأنه سيسقط من مكان عالي، أن يرى نفسه دائما بين المقابر أو في المزابل أو في الطرق الموحشة، هذه كلها أعراض في المنام. أن يرى أناسا بصفات غريبة في المنام، كأن يلاحظ عليهم مثلا طولا مفرطا أو قصرا مفرطا، أو يرى أناسا سود بهيئات مخيفة دائما، أو يرى أشباحا في منامه. هذه أعراض أحبتي في الله من أعراض المس والسحر. أما الأعراض التي تكون في اليقظة وهي القسم الثاني كما ذكرنا، من الأعراض الصداع الدائم، دائما يشعر بصداع في رأسه، لكن بشرط أن لا يكون سبب هذا الصداع مرض في العينين أو الأذنين أو حتى في الأنف أو الأسنان أو الحنجرة أو المعدة، دائما يشعر بصداع دائم، ولا يكون هذا الصداع ناشئ من أمراض عضوية. الصدود، دائما يشعر بصدود عن ذكر الله وعن الصلاة وعن طاعة الله، كلما أراد أن يصلي يشعر بضيق في قلبه أو ضيق في صدره، هذا من علامات المس عياذا بالله تعالى. العلامة الثالثة الشرود، ويعني به الشرود الذهني، دائما يشرد في ذهنه، دائما يسرح، كثرة الخمول، كثرة الكسل، الصرع وهو ما يسمى بالتشنجات العصبية، دائما يصرع، يشعر بآلام في عضو من الأعضاء دائما. وقد ذهب إلى الأطباء وعجز الأطباء والطب البشري عن علاجه. هذه كلها علامات إخواني في الله وأحبابي في الله عن أعراض وعلامات المس والسحر، فالإنسان يتنبه لهذا الأمر. أما إذا أردنا أن نتكلم عن أنواع المس، فالمس له أربعة أنواع وله أربعة حالات. إما أن يكون مس كلي، وهذا النوع الأول، وهو أن يمس
الجن الجسد كله كمن تحدث له التشنجات العصبية، والذي نشاهده عند جلسات الراقي تجد أن الجسد يمس كليا بهذا الشيطان عياذا بالله تعالى. إذا النوع الأول المس الكلي، النوع الثاني المس الجزئي، وهو أن يمسك عضوا واحدا، يتحكم الشيطان في عضو واحد من الجسد كالذراع أو الرجل أو اللسان أو الرأس أو البطن. النوع الثالث المس الدائم، وهو أن يستمر هذا الشيطان في جسد هذا الممسوس مدة طويلة. المس الرابع والنوع الرابع هو ما يسمى بمس الطائف، وهو لا يستغرق أكثر من دقائق ثم يزول، كالكوابيس التي يراها بعض الناس لدرجة أن الواحد يريد أن يصرخ لا يستطيع، لكن هو مس طائف يمر في دقائق معدودة بإذن الله تعالى.